إذن مشاهدي قناة شو تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر مباشرة من قلب أحد المقاهي الشعبية بمدينة بن سليمان. يتواجد معي أحد المشجعين الغيورين على المنتخب الوطني المغربي، دم ديالو كتجري فيه الراية الوطنية والدرابو ديال البلاد، ورياضي 100%. مرحبا بك على قناة الشعب، قناة شو تيفي. نعم خويا هشام، السلام عليكم ورحمة الله. الأخ هشام، كنشكروك على هذه الزيارة ديال مدينة بن سليمان، وكنشكرو قناة شو تيفي على هذه الزيارة. مرحبا بك، بنتي لي عندك فك الوسطريس والضغط. لا والله إلا فرحة، تظن الفرحة فرحتين، فرحة الأمطار غزيرة هذه البلاد، الفرحة الثانية هي إن شاء الله ميكرو غرفو شوية، إن شاء الله الانتصار ديال المنتخب المغربي اللي غادي يكون بعد قليل إن شاء الله. التوقعات ديالك إن شاء الله انتصار ولا غير الانتصار؟ أظن أن المنتخب المغربي غتكون مقابلة عن صعبة، مع ذلك بأننا غنحاولوا نتجاوزوا هذه المقابلة إن شاء الله بواسطة المنتخب، لأنه تنظم فيه القوة لا يكفي لأجل الانتصار. شنو كيبان لك في التشكيله اللي دخلت رسميا اقحام الصابري لاول مره رسمي؟ تنظن هذا العمل قبل الذي عمل جيد، لان السي صابري كيعرف القوه ديالو، وهذا هو اللي خلاه باش ياخذ البادره ويدخل السي صابري التشكيله رسميه. واش تفضل النصيري ولا حمد الله؟ لان اغلبيه الجمهور كيقول لك حمد الله ما كيعطيش وقت كافي. تنظن بان كل لاعب كيقوم بالواجب ديالو، اللاعب النصيري كيقوم بالواجب ديالو في الشوط الاول، وحمد الله كيكمل به المقابله لاجل ادراك هناك يكون بعد هدف او هذا. الله يعطيك الصحه. في الكواليس ذكرت لي بان عطيه الله انت وخرجوي، قلت لي ما كرهتش انا عطيه الله يكون رسمي، لانه عنده العديد من الامور الاخرى اللي جميله كيقدمها. انا تنشوف عطيه الله غادي يكون لاعب كبير بموجب العطاء اللي عطاه في وداد في المنتخب المغربي، وانا من الشرط ديال هذا اللاعب، لان السيد تيطور يوم على يوم. وخرجوي كان لاعب كيرجاوي في بلادي، حنا في المنتخب هنا ما عندناش هذا اللاعب. الله يعطيك الصحة. كنعرفوا بان المنتخب المغربي كيشكل راية الوطن. تماما هذا الشيء، وتنظن بان عطية الله أتمنى يكون في بداية المقابلة. شكون كتفضل نواجهو في الدور الثاني اللي تأهلنا؟ واش اسبانيا ولا صاحب المركز الثاني؟ كل المنتخب عنده القوة ديالو، حنا ما غاديش نخافو ولا نخشاوشو المنتخب، لأننا عندنا لعابة اللي غادي يقدروا يقوموا بالواجب ديال هاد الشيء، ويمكن لينا إن شاء الله نحوز الدور الثالث ماشي الدور الثاني إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة للجماهير اللي في قطر كتمشي الآلاف ديال الجماهير، كيف كيجيك هذا الشغف الكروي ديال هذا الجمهور المغربي؟ والله نقول لك كنت اتمنى ان اكون مع الجماهير، لكن ظروف العمل حانت دون ذلك. مع ذلك اتمنى الجماهير تقوم بالواجب حتى يتحقق الانتصار. شنو الرساله اللي قدرت توجه للعابه قبل الماتش اللي بقات لي تقريبا 21 دقيقه؟ الرساله اللي وجهت للعابه هو الغرور، ما يشدوش الغرور، لان المقابله ماشي سهله، وكندا غتلعب كل ما عندها، ما عندها ما تخسر، لاجل ما عندها تشريف الرايه الكنديه، تشريف الرايه ديالها والبلاد ديالها، ما عندها ما تخسر. لان في الاول كانوا يقولوا بان المنتخب الكندي سهل، ولكن ماشي سهل. لا صعب. انا تفرجت في وسط المقابله مع كرواتيا ولا مع بلجيكا، كان منتخب ند لكن الحظ ما كانش معاه. الكلمه الاخيره خويا كنشكرك الاخ هشام. مرحبا، كنشكروا القناه وكنشكروا هذا الجمهور اللي معنا هنايا من هذا المقهى، وان شاء الله يفرح ان شاء الله. ان شاء الله وغادي نفرحوا بزاف. الله يعطيك الصحه. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، فكتابعوا معنا هذا النقل المباشر مباشره من المقهى مقهى الشعبيه اللي كلشي كيحمق عليها ويموت عليها الجماهير كلها فيها. اعطينا شي كلمه الحال التوقع ديالك المنتخب، تفضل معايا. تفضل معي انه يربح هذا الماتش هذا، يا رب يفرح جميع المغاربه ان شاء الله. كنتسناو هذا الماتش بشوق صراحه هي هذه، وان شاء الله الانتصار. واش نقول لك، بون شونس توت لي ماروكان. الله يعطيك الصحه. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، اجواء جميله جدا هنا بهذا المقهى الشعبي. اذا ما بقى لي الا نودعكم دقائق قليله وستنطلق هذه المباراه، فقلوب المغاربه كلها خايفه على هذا الماتش اللي ماتش اللي تعتبر حاسم وحاسم، لانه غيأهلنا للدور الثاني. اذا دمتم في رعايه الله مشاهدي الكرام، نلتقي في بث مباشر اخر. مرحبا ان شاء الله. الى اللقاء، نتلاقاو مور الرباح ان شاء الله. الله يعطيك الصحه. شكرا.